السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ما ينضبط عندك الري يبدأ يزود عندك عقد الثمار. يعني شوف عقد الثمار كيف، هذه واحدة، اثنتين، ثلاث، أربع، خمس، هذول كلهن عقدات، وهذه جاية بالطريق. أما هذه بالسماء تم العقد، هذه عقدة. يعني كل ما ضبطت الري كل ما بقى يكثر عندك عقد الثمار. وهناك نفس الطريقة بعد، هذه نفس الشتلة، هذه برضو هنا فيها عقد، هذا عقد وذي عقد، وذول الثنتين عقدا، وهذول بادية بالتزهير، وهنا في تزهير بعد كذلك، وهنا تزهير، كلها في شتلة واحدة، كلها في ساق واحد. هذا ساقة، شوف عرض الساق كيف. هذه نفس الطريقة، البذجان نفس الطريقة، لكن خلونا، وهنا نفس العقد، هذا عقدت وذي عقدت وذي تم العقد، كلها في مكان واحد. خلونا نقطف الطماط. طبعا مو بالطماط، عفوا الخيار، امس سويت له تنزيل، نزلته وقصيت جميع الاوراق اللي تحت وتنزيله، والجذور او الساق الصحيح انه كله من تحت ينتقل من مكان لمكان. يعني هذه الشتلة تلقى، ممكن تلقى جذرها هنا، تلقى جذرة هنا وخليه تدخل من تحت الدست باكت وتروح، ومن تطلع مباشرة من هناك. هذه طريقتي في نظام اللي هو الخيار. الحين رفعت أنا نسبة البوتاسيوم على الكوسة، فأبوريكم الحين حجم الكوسة، بس تقريبا من يومين تقريبا. شوفوا أحجامه، طبعا حجمه تغير، مو هو زي أول. هذا حجمه، فرق عن أول. أغلبهن الآن تحسنت، والخيار سبحان الله، الخيار يعني ما شاء الله، لو ما تحط له إلا جزء بسيط من البوتاسيوم يطلع أحجامه طيبة، لكن الكوسة تحتاج إلى بوتاسيوم عشان تطلع بإنتاج قوي. هنا والله بديت ما بهتم له، لا بالرش ولا بغيره، فالمفروض إنه واحد يهتم لهم، لكن إن شاء الله الليلة إن شاء الله راح نهتم فيهم، إن شاء الله راح نرشهم إن شاء الله. هذه الشتلة، هذه الشتلة توقف معنا ما دريت عنها، فتأثرت القمة النامية عنده، فرجعت وحصلت السدد في النقاط وزينته. هذه الشتلة اللي كانت انقصت، شوف الآن بدأت بالاستمرار وخروج قمة جديدة. هذه الكوسة، الكوسة رفعتها فوق، وخرتها عن الطريق عشان افتح مجال لي، بس اني عفست اوراق عفس. هل نشوف تم فيها ثمار؟ هذه ثمار راح نقطف ان شاء الله من كل شيء حاجة بسيطة، يعني ارجع مرة ثانية واخذهم. شوف الحين الاحجام بدأت تتحسن، شوف الحجم الحين عن فرق عن اول، وانا لي يومين الحين بس فقط. هذا الفلفل طبعا ما الى الحين ما اخذ اللون الكامل، لكن خلونا ناخذ واحد او اثنين، هذا الثاني، ونرجع بعد ما نخلص من التسجيل نرجع نشيل مرة ثانية. ايش باقي عندنا؟ عندنا هنا هذا اللوبة، اللوبة كثير مرة الحمد لله، بدأ ينتج انتاج طيب، والحمل طيب جدا. وهذه الجحة، يعني شتلة الكوسة هذه الدائرية غطت عليها وطلعت الجحة من فوق، راح ان شاء الله نخليها نضبطها الليلة. هذه الكوسة شوف تأخرنا على الكوسة الدائرية، مفروض أخذينها من كم يوم،
شوف تكسرت وحالتها حالة. نروح للي واضحة، هذه برضو بعد بدأ صار حجمها كبير أكبر من أول، في فارق واجد. راح نرجع إن شاء الله للبقية هذول. فلفل هذا البرتقالي، واللي هناك الفلفل الأصفر، هذه ما شاء الله اللوبة منتعشة. هذا الطماط الروسي، قصصته على أساس أنه خلاص خلص، أطلع على فوق. والشتلة الحين ما هي قادرة تطلع على فوق خلاص، يعني لازم نطلع لها تفريع ثاني من جديد. هذا الفلفل الهندي ناخذه أخضر. ناخذه بالشكل هذا. أمس سويت قص جميع النباتات اللي بالوسط، الطماط الشيري على الطماط هذا والفلفل اللي هناك، قصيته من القمة النامية لأنه وصل السقف ولازم اضطريت إني أقصه. هذول كثير خيار، خلينا نروح لغيره. خيار أخذنا ما في الكفاية. طماط الشيري، طماط الشيري حصدت جميع الأحمر والآن بدأ بالتزهير الجديد، الحين تشوفون كلها زهور. البامية، طبعا واجد خير، واجد كثير. هذا موجود، هذا موجود، هذا موجود. راح نكتفي بهذا ونرجع مرة ثانية. الفلفل الأحمر، طبعا واجد هناك، بس اني لابس ثوب ولا ودي اوصفه. انا اخذ اللي في مقدمة النباتات. نروح وين؟ طماط، هذا الطماطم نيوتن،
نسبة الحين الأملاح على 1300 1400، يعني كل 3 أيام 4 أيام أغير في المحاليل. أحيانا أخلي بس ماء فقط داخل الخزان علشان درجات الحرارة اللي تصيب النبات وقت الصيف مع كثرة الأملاح تأثر عليها، فلذلك أني أقلل الأملاح، ما أكون دائما زائد في الأملاح. مثل ما قلنا أنه النبات في الصيف يحتاج إلى ري، يعني يحتاج إلى ماء أكثر ما يحتاج إلى أسمدة، وفي الشتاء لا نرجع مهم مشكلة نعطيها الأملاح المناسبة. هذا شكيرة طلع كثير وما ربطته، أحتاج إلى تربيط، كل هذا ما ربطته، وفي واحد ما أدري وينه هذاك اللي طايح على الجنب الثاني يحتاج إلى تربيط. شيري هذا كوس الدائري، كوس الدائري إذا تأخرنا عليه على طول يتأثر. خيار واجد، هذه نفس إنتاج الأول، بالنسبة لكثير من الشباب يسأل أسئلة عن مواضيع متفرقة، جميع الأشياء اللي أنا في الفترة اللي راحت كلها ذكرتها داخل القناة، يعني أي واحد ممكن يرجع إلى القناة يحصل كل شيء فيها، ما نقصها أي شيء داخل القناة من وضع البذرة إلى حتى هذا اليوم، وهو داخل القناة فيها كل شيء وفي كل الشرح موجود فيها. هذا الفلفل، هذا الفلفل اللي هو ما شاء الله تبارك الله عطاء جدا ممتاز، وهذا إن شاء الله إذا رفعنا البوتاسيوم نشوف شو يصير عليه، هل بيستمر على هذا الحجم الصغير أو راح يكبر أو أنه يرجع إلى البذور الأم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.